هذا جريح بيموت وبحضنه طفل صغير، ايش العمل يا بي؟ في التو اجري مليحة، اختك طبيبنا من سنين، اجري مليحة مليحة. هذا اليوم يا وهيدي ينكتب لك عمر جديد 10 مرات من ايد الامير بوزيد. فيها بخيت، المير قاتل المير بوزيد ويدرى مين يكون في الحرب. ما زلني في الحرب الا سلامه، فارس يطيعه سيفه فيما يريد. للحين هذا لقتال ما بين اشراف، ومثل ما مات منا مات منهم بلا زيادة ولا نقصان، وهكا الحال. فلاش يا أمير ما نمضي في الشرف للحد؟ ايش تقصد؟ نطلق أسراهم وريت تكون مقدم خير. نحن بخطرنا نفعل وننظر ايش يكون الرد. هذا نزول مشين على شراتهم، وكانوا بكل شيء بديين. هذا كلام الفصل في الموضوع يا المير معبد. شيء تاني إذا فعلناه يا خليفة يكون إلنا فيه مدى الأعوام. إيش يكون؟ بدل السجون. وهدول يا أمير البلاد من الأمر، ولاد الأمر، نضيفهم وفي قصورنا نؤويهم. ولو جاء الانتصار لينا نكون أشراف، أدينا واجب الأشراف. ولو جاء الانتصار ليهم يكون إلنا حق ونطلب الإنصاف. مولاي الأمير البلاد، كلام مولاي الأمير معبد كما الأكفان، بياض مرشوش بالحنة ومطيب بريح الطيب. أثار اتجسسوا وقعوا، طلبنا الفدية، جابوا الموت، كيف يتسموا بالطيفان؟ يا ويل من يستشير ضدين، هذا يهدي وهذا يضل، والسامع يصير مع مين؟ ما في غير انه يتدبر في شيء يراه.
انت يا جارية قومي يا جارية قومي. قومي يا جارية. نايم بلا غطيان وانت نايمة خالية ما تدرين عن شيء. ينام في الدفا بحضن امه وهو نايم بلا غطيان. امشي. ليش هالصراخ؟ بعد طول الانتظار قضاك برجلين جيت. عساك بو زيد ما لحق تنسى، ولو نسيت قل لي كيف لخطوط صوتي ما حييت. بضربي على جلدك، على جلدك الاسود بيد مضيت. هذا اللي رباه مطاوع زين ما ربيت. صار يحتشم للساده ان اتى ويركع، ونغابوا ساءوا الادب طبع اللئيم بقيت. هذا كلب الحراسة فيك هفصح بيت بيقول أبو زيد، علك لو سمعت وعيت. وش يا غريب تريد؟ أريد طعام ومي لي وللطفلة. ويلك يا ضالي، هاجي مقبلة على الموت، كم يوم بغير طعام تركها؟ ثلاثة أيام
وما درى كيف أطعمها. هذه مالها سوى لبن الماعز الحين؟ الحين ما تلقى المراجع. وين ألاقي المراضع من هذه الكفار؟ أقعد هنا يا غريب، الحين أطعمها وأقدم لك طعام ومي. يا وليد الناس، نحن ديارنا بعيد بآخر نجد. وينها أمها بالحق؟ ماتت الله يطيل عمرك، حريق وصاب البيت الكل راحوا فيه حتى شقيقها الصبي. بكفاك أسى وحزان، ما مات حدا ناقص من عمره يوم، وحين نوفي الأجل ما حيتأخر. لو الأجل ممدود سهل النجاة منه. يا أرض ماتت سنين، لا زرع كان ولا قوت. يا أرض ماتت سنين، لا زرع كان ولا قوت. بقطرة المي رب القدرة والملكوت أحياك بعد الممات. سبحان من لا يموت، سبحان من لا يموت. ايش اسم هذه البنية؟ هنادي. هنادي تكون وجه السعد، غمام بالخير بادي، بحديها للسعد حادي. عيناها قريم يا جمالها، هنادي كما الصبح نادي. جزاك الله الخير، جزاك الله الخير. مسكينة هذه البنية، قبل ما في حدا غنى في سمعها شيء ولا قال كهذا القول. والوين نويت الحين يا مسكين وهاجي معك؟ قاصد بلاد الغرب. الغرب حدي فصيح، قاصد أم داني؟ قاصد ديار تونس. البنية غالية عليك؟ شربت محبتها روحي، صارت دمايا في عروقي، عمري عمري بقى من بقاها. هي مانا أشور عليك، اتركها عام أو اتنين وبعدين تمر تاخدها. فراقها صار محال، ما في مفر سوى ان تبقى وتبقى معها. ها وحيدة في البيت يا اخت؟ ربي خلي زوجي منه والدي. ها خايف وجودي ما يكون موافق وهم في غنى عم يساعد. اكيد محال يكون، لكن بوجود هنادي حكم الضرورة جبرانة، نحن وانت كمان ما نرضى تهلك صبية بريئة مثل هنادي، ولا أنت يا أخي ترضى. وش فيها؟ وش فيها؟ أقيم عام أو اتنين ولو ما عاد القوم من تونس أوى فيهم وأنا مرتاح.
ريح عطر عزيزة ما أطيب من عطر. الأمير الوهيدي معنا. معروف لنا وللناس. النفس تريد شيء والظروف تريد أشياء. والأمر لو صار صحيح ما كان جرى ما كان. قص الكلام. نحن ولاد اليوم وقصنا نصحح خطايا لمس، والحين انتو ضيوفنا لا سجن ولا سجان. وهذه سفيرتنا ما خاب لها شفاعة تقدر تزيد عني. فعل بوزيد تقرب لعدة ونقاء قلوب التوانسة يمحي الضغائن. أكيد مطوع مات والحرب عضت زنادي. بدلوا ثيابكم ونحن بالانتظار نسير معه من هني. صرخت صرام الدم والأرض عافت شرابها. مين يريد السلام الحين سوى رجال ما مثله رجال؟ ومين سواك يا زناتي خير من يريد السلام؟ مهما تكون العداوة تغفرها وحدة أصولنا. نحن نريد السلام، ما في جدال يا قوم.
لكن هادو الأقوام قدموا بلا مواعيد، وقبل قلمة سلام قالوا وعيد تهديد، وما كنت أملك إلا أني ألقى الحديد بالحديد. نال الحديد ما تمناه، والحين نرد الحديد ونبتدي يا زناتي سلام وعهد جديد. لو يرسلوا المراسيل نقعد، ما نشياقهم يا عنيد. يا قوم احنا على المنوال، الايام ونحنا بنمضي من قتال لقتال، يوم للزناتي علينا ولينا يوم عليه، والحرب بينا سجال، والموت يدير الرحايا يحصد شباب ورجال، وان لنا نلقى سكه تكفينا شرور لقتال. لو رد اسرانا نقعد. صاروا ضيوف اعزاز وقت ما يريدوا يمضوا، وهذا جزي ما شعبوا الاجوال. زناتي خصم شريف رجال ما مثله رجال. ان ريتوا نرسل وفودنا ونبحث الاحوال. لا لا يا امير حليل، دم الزغابه اللي ماتوا ما في شي طيقه، كيف يصير الحي منا خاين لصاحبه ورفيقه؟ جاوبونا للموت ونحن نترك عداهم طريقه؟ كان يريد السلام نحن ورا طار ولادنا. اسمع يا امير دياب، سمعي من اليوم اصم يا ابو زيد سلام الهلالي، دياب لحم ودم، انفرط الكل، نحن نوفي لحق الدم. واشهد يا غانم علي بحق دقنك وشيبك، دياب وليدك ما يبقى وشي في الكون يعيبك، اسمك وشرفك لا يبقوا ديبة في عنان السماء. هذه رسالة بوزيد. رسالة من بوزيد؟ ويش بها جديد يا يحيى؟ يقول ابقوا مكانكم، ولو أرادوا خروجكم قولوا بعد السلام نبقى نخرج. ويش معنى هذا يا يحيى؟ خلنا المير بوزيد مراميه بعيدة يا يونس، واقرأ اللي مو مكتوب. ريتو أعطى إشارة. أبدي بقول ما عندي. قول. يخشى ترد إليهم القرعة تفرض نقاتل وطعام زناتي في الطن، ويبقى رد الجمايل قتال ما يرضاه شرفنا، وإيد ما تقدر تكافي. تتمد ليش العطايا؟ هذا قصد بوزيد، والحين فهمنا الرسالة. ما يغير الشعر لونه إلا لما يغير زمننا، لكن محال مهما نلقى على الظلم يهدى قتلنا. حتى الأسارة ما وافقوا. عذر الأسارة بدالنا، يخشون نطلق سراحهم ثاني يوم يصفوا قبالنا. هذا مفهوم واضح، الحرب حطول يا تونس. يا قومي هذا قدرنا، الحرب صارت قدرنا، قدر ما كان باختيارنا. لكن يا وليد غانم
من الآن بيبقى اختيارنا. قلنا بنقعد حولين، صاروا الحولين أربعة، وقلنا نرحل. أنا دي ما هان عليها ترحل بلا إلفة، هادي اللي حتى السعالي بتظنها أمها. بقينا عوام ثمانية، أنا دي صارت الحين صبية، والحين لو قلت تفهم. هنادي هنادي تريد ايش يا الحاج؟ بريد احكي معاك يا هنادي. هذا بقى وقت الحكي؟ تعال يا هنادي الحين بريدي. امسك بيد قوية وبيد واحدة يا يونس. ما في سيف؟ خف شوي. ريت يا بدي وتسيبه، ما يربع على السيف بدوني، علي تعليم يونس. ولك بهذا دراية؟ لو تدرى يا بديوي على يدي مين سابق علامي ما قلت هذا القول. على يدي مين يا؟ على يد بوزيد سلامة. ايش بوزيد؟ ما هادي مسكة سيف، ومثل ما هو حديد يدك تكون شد منه. الحين ما دريتي؟ قولي في البال ودبرت حالك. محال يا زغبية، صدقيني محال. هذا وليدك يا جاهلة، فطني للحقيقة. هنا للحقيقة ضررها. على مين قصدك تقولي؟ عليه وعليكي وعلي. الحين مع أصحابه، هو وليد أعز القبيلة، أبوه وأمه. هذه الغبية ما هي أمه. يكفيها عرف الحقيقة. ريحة هلال ما هي فيكي. هلال ما حدا كسرها. المو ما تكسر ما هو أقوى. ريتك تفهمي وتعذريني. ما ب... ويا 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 إيش يريبك من الغريب؟ ريته يكون غريب. إيش؟ من يكون؟ الخطوة ما هي غريبة، والريح لها بروحي شيء. إيش؟ على الوجه يشد خمارك أسلم إذا حق ظني. يا خطوة ما تقصري، طوف البلاد دوري، ويا عين يا عين تريد القمر. كيف كيف وانت لم تسهري؟ كيف وانت لم تسهري؟ يا خطوة ما تقصري، طوف البلاد دوري، ويا عين تريد القمر. كيف وانت لم تسهري؟ يا عين تريد القمر. كيف وانت لم تسهري؟ بويا زدم من غانم وعامل مير لي جاب، وجدي غانم شيخ زغبة وكبرها، وامي ناسك لكفان اخت المير حسن، والجازية خالتي
تخفي عني هذه الاشياء بحجة ايه؟ صغيرة قلت؟ هذا مو مهم يا هنادي، المهم الحين. ايش قلتي؟ ها الحين نرحل؟ غدا يكون افضل، يمهني سواد الليل مع شروق الصباح نرحل. هذه يد الدوز. نعم يدي يا بي. وينك يا ابو القمصان؟ رهن الامر يا عم. خذ بيدي، عندي كلام له سنين. وليدي مقامك طال وما في حدا من الغرب عاد بخبر. هذا سؤال للحين ما ادري جوابه. اقل ايش نويت؟ فيش يا عم؟ هذا الغلام ايش مصيره؟ يونس؟ نعم يونس. حير الجواب هذا اصعب من الاول. لعذرك انا معك لعام واثنين، جريح كنت وعليل بعد الثمانية. ايش؟ اول حولين مثل ما قلت توا يا عم، كنت جريح وعليل، وحين برا جرحي خشيت ارجع، وقلت العام هذا يعودوا يلقوكم هنا جنبي شهدكم تنجين. ومر العام وما حضروا، وقلت العام هذا بيجوز. قريت فكري بدون ما نقول. والحين طالت الاعوام. بكتب مكاني يا شيخ ولا الديار طمعه؟ طب ما ديار هلال مينول غير الموت، وبقاك معانا يونس، كيف بالونيس نضيق؟ لكن نسب الاولاد حقيق بانه ينوله. ومين ينجيني من غضبة الأمير بوزيد؟ عذرك معك يا وليد، الغلام كان صغير، لا مرضعة ترضع ولا حاضنة، وفي الفطام وفي الطريق ابطاك. اشتد عود الغلام للقوم ساير بيه، للقوم ساير بيه، وهذا محل الشكر مو التأنيب. يطول عمرك، حتى إذا احتجت لشهادتكم يبريني هذا القول، وعن قريب نرحل. لقلبي يحمل كل هذا الشوق، طب ليش ما صيحتي على وضاح؟ ما جنوا غير الوفا، أجازيه أنا بالموت. هذا إن ضروا إنه يقطع بلاضلة ليلقاني يموت أكيد. الحين دريت يا زغبية، ساعات الصبر ما في سواه يكون طريق السلامة. لهذا أنا صابرة ورجة بكل ملقى، يكفيكي بعد اللوم. الحين دريت يا أخت، الله يسامحني، الله يسامحني. هيا نعود للحي. نحب الغريب وماله حلا، شوفوه يساوي ايش. بس يا ولاد، بس يا ولاد، بس يا ولاد. منازع انت يا منازع. اي لبيك يا شيخ جويد. ايش ولدك هذا مهران؟ اشطان رد على المسكين. اي مهران هذا حرام يا ولاد. بعد مات الشيطان. ادخل. يا خطوة ما تقصري، طوف البلاد دوري، ويا عين تريد القمر كيف وانت لم تسهري. تريد طعام او شيء؟ ريت شيء وحيد يا ريت تدلي عليه. ايش هذا يكون؟ غزال كحيل العيون، ومثله محال يكون. ايش تقصد؟ قصدي جلي معروف
وكيف لا عم يشوف. الله تحشم، قول ايش تريد. قلت غزال. وايش غزال هذا؟ هذا كليك وكله معاد، يعود الخصب والامطار ويقوم الناس في الحيان يغنوا له شايل علاق الريم ادت شبريك يا جمل، شايل علاق الريم ادت شبريك يا جمل، هاي هاي شايل علاق الريم ادت شبريك يا جمل. الله يجازيك يا مسكين. الله يجازيني، الله يجازيني اكثر ما جازاني بهواه. سامحك، سامحك من كتر علي البلا، سامحك من كتر علي البلا. يا خطوه ما تقصري، طوف البلاد دوري ويا عين. القتال بهذا الكيف مو مألوف لنا يا رجال، هادول صفوف وصفوف مثل موج البحر، قدمين من الاندلس مخصوص لهذا الشيء الاسماء. قلنا السلام، ما ابى سواكو يا ميري غانم. الحين ما نقبل 10,000 بالزغابه كانوا حطب للنار. وليش ما عديت الوفنا ولا الوف الخفاجي؟ يحصي صحاب الدم او نحن نصدق المنقال؟ هذا ما وقت لوم ولا وقت حجة قوية. نحن خسرنا الوف والغرب خسر اكثر، نحن الحين كفتنا ارجح وبدنا ننهي هذه الحرب لصالحنا. يا جازية قولي شي، ما هز قلبك يا جازية، فرق عزيز الحبايب في حرب زايدة اللهايب. يا خفاجي للحيلة حد معلوم ما نخطيه، سمعها سيف قول وحد وما بقي نمشي. أكفيك يا قوم، غدا الدير أو كيد الزناتي. تذكر مهما طال الزمان اني امك ونعم الام كنت بحق الله. عسى الايام تجمعنا باذن الله يا خيل اكوان. رجال الغرب، فرسان اللقر، مثل ما دعيتوا طوال السنين هذه الماضية، ايش تقصدوا بالتخفي والهروب وراء الصفوف؟ ومين عندكم يخشى اللقر ويؤمر بهذا الأمر؟ هذا نديب أولاد غانم مير زغبة، بلغني إن الزناتي شاع داخل الأسوار إن دياب 10 مرات من قتال وفرد. أنا صوتي بقول هذا كلام الزور وقول الزور.
كان صادق زناتي الحين يقدم يقاتل ونحن بالمصاب. ها يا ويلكم الحيلة زناتي واعرة سعادة مبروكة آخرها الجميع يكسب دول الكبر حال تصبح فرق مهما تكون يغفر لها كل قبر هذا سعيد الحدادة يتمكن من الحدادة هيا Ha 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 ha!